أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج عمر راسك. الحالة مهولة واللعبة غلاظ بصورة فاجأت وصدمت وخلطتها للجميع. سلطة ومعارضة، صراع ديناصورات الأفلام، ديناصورات الأفلام سياسية لشوارع وأزقة طاق على منطاق. عمر سعيداني عمرنا روسنا لدرجة أنه دوخنا ودوخ الأفلام ودوخ بلاد كاملة. شداني البوليتيك هذا اللي ما نقدر لهوش، ما نقدرش لهذا الصوالح انا. واش داني قبل ما يخرج لها السعيداني طاي طاي، انا خارج من ربي طاي 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 طاي، ويعري على وجهه. كانت الناس كامله حابه تفهم وراها رايحه البوتيكه، كامل كامل حابه تفهم وراها رايحه البوتيكه. البوتيكه نتاع غير اللي ما حبش يولي رئيس. بصح بعد ما عفى السعيداني في القصعه وكسر الطاجين كما يقولوا ويقولوا، فما كان حتى واحد حاب يفهم. كل واحد شد في تخطي راسي، وكيبان الضوء كيبان الضوء يرحم ربي. المعالم دخلوا في بعضاتهم. احفظ الميم تحفظك. صايحت وعرفت امتها، شفتوا؟ ويقولوا باللي المازة ما طيرش، راه يتحاول راه يتحاول، وكاش نار دير جنحة وطير. وين طير هذيك؟ سقط في جماعة معزة ولو طارت. نرجع لموضوعنا. أقيموا بني أمي صدور مطيكم. تسارع مجنون للأحداث وتطور غير متوقع البتة أخلط أوراق رئاسيات رسى ما زادها على الخروج للعيب عيناني. أمال الدار خرجوا للعيب عيني عينك وصبي وصبك وقص. شوية هدوء شوية هدوء، عهد رابعة وربي كبير. البداية التي سبقت العاصفة. أما أولئك الذين يتحركون خارج هياكل جبهة التحرير الوطني، نقول اتركوهم فإنهم مأمورين، والارض ميسيون تاعهم يكمل في أفريل 2014. اتركوهم فإنهم مأمورين والارض ميسيون تاعهم تنتهي في 2014. حزب جبهة التحرير حزب كبير حزب كبير. اللي كانت يا سي سعيداني في عهد سي عبد الحميد مهري رحمة الله عليه وسي بوعلام بن حمودة وغيرهم منه فنباريين واقفين، هي اللي حزب كبير. أما اليوم فحالها من حال البلد، فيها المأمورين والمأجورين وحتى سعيداني يقصف الجنرال توفيق بالثقيل ويطالبه بالاستقالة. انتصار أم انتحار؟ في الحقيقة ما راه لا انتحار ولا انتصار، ولكنه أمي لا تتفاهم مع زوجتي وحدة، وأختي المتزوجة لا تتفاهم مع أمي وتتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي، وأختي العزباء غير متزوجة تكره أمي وخالتي وعمتي وزوجتي وتطلب مني طلاق زوجتي. شيخ شميسو اختزل الحكاية، أمال النظار مشعلين النار، والأفلام اللي كانت هي الأم والتي هي الهم الهم. آخر فصل آخر فصل من صراع القمة، سعداني يطلق النار على توفيق. صراع الجنان الطايب في الأفلام أو أفن الآن أصبح يهدد نسيج النظام الداخلي، ومعارك الديكة في ثنائية بلعياط سعداني، تلك المعارك رجعتنا الوقت الفرزدق والمتنبي وثكلتك أمك. بالعياط لسعيداني، أيها الفرزدق
الزنديق النظام يده طويلة. الأفلام بريء من التصرف الآثم والطائش لسعداني. فرزدق وزنديق وآثم وطائش ألفاظ ومصطلحات كنا نسمعها غير عند حمداش. ورث الأفلام صب الأفلام ورب الكعبة. إذن رانا دخلنا في فيلم أسد علي وفي الحروب نعمة قد خاء تجفل من صفير الصافر. هل برزت إلى غزالة في الوغى؟ كان قلبك في جوانح طائري. هناك سؤال مطروح، لماذا يهاجم؟ لماذا يهاجم سعيداني الجنرال توفيق؟ قال، وأقصد سعيداني لم أتحدث باسم الرئيس ولا باسم الأفلان، يعني هدر باسم سبايدر مان، الأصح سعيد مان، وإلى أن يتدخل حجار مان اللي استدعوه على عجل من تونس لإطفاء الحريق ولو بالريق. فإن الطيب العيس وزير الداخلية هو المتضرر الأكبر من إفلاس حلفاء العهد الرابعة، وذلك بعد أن وعد بي لن نرخص للدعاة التشويش على الرئاسيات. ما يرخصش، لكن التشويش على الرئاسيات وعلى البلاد في حد ذاتها يا سي بلعيز جاء من داخل علبتكم، زيتكم في دقيكم، يعني لحيتكم وبخرتها. قال بأن الرئيس بوتفليقة لم يسحب بعد استمارات الترشح. بلعيز يكذب غول. الحمد لله رانا قبلة قبلة للعالم. قبلة للعالم. هذا رئيس حكومة إيطاليا ضرب وزير الصحة في تجمع شعبي لأنه اكتشف بأنه كذب عليه. نداعم سعيداني في هيكلة المحافظات وليس في الهجوم على المخابرات. مكتب الأفلان، تصريحات سعيداني تعمق أزمة الأفلان، تعمق. الحياة السياسية ليست سهرة راقصة على رأي بالعياط، وثاني ما راهيش عياط في أرض العمر يا سي بالعياط. وتصريحات السعداني بشكل خاص ومعارك الآفة الآن لم تعمق أزمة الأفلام فقط، ولكنها عمقت أزمة العهد الرابعة، وكذا وهو الأهم عمقت أزمة بلد. بن صالح يرد على سعداني، حساسية الوضع لا تسمح بالإثارة ولا الاستفزاز، اتهاماتك كاذبة وخطيرة، ولم يتجرى عليها دعاة من يقتل من يا سعداني. عمارة بن يونس تاج يرد على سعداني ويدافع على الجيش والمخابرات، دعا إلى تغليب مصلحة الوطن. في الحقيقة راكم وصلتوها إلى تقليب بالقاف وليست بالغين مصلحة الوطن. جماعة العهد الرابعة فسدوا العرس قبل ما يظهر العريس. هذا عرس وليس احتجاج، عرس جزائري. من كذبة غول في سحب استمارة الترشح السيار إلى طواحين سعيداني وصولا لنرجسية عمارة بن يونس. رجاء خلوا البلاد ترانكيل، فقد وضعتم بابتدالكم عقدة في عنق العهدة الرابعة. حنون. رسالة سعيداني تهديد إما الرابعة أو الفوضى. واحد يتجمع الدياراس والآخر يجمع توقيعات لمرشح افتراضي. منذ تأسيس الحزب رفعنا شعار، أول شعار رفعناه وأكبر شعار وهو الوفاء. حتى المطرب الشعبي عبد الله مناعي رفع نفس الشعار. فنان الأغنية الصوفية مناعي. عمار سعيداني كان في فرقتي ورقص معي وعليه أن يفتخر بذلك. ننتقل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى فقرة درس بيطار، ومن بعد نرجع للسيرك السياسي.
بالنسبة لدار السبيطار أو فقرة الغاشي الرشي، وش راح صاير فيه؟ يمكن تلخيص الوضع العام في ثلاث جمل غير مفيدة. غردايا تحترق، تربية والتعليم كلاهم فوكس وبوبي، وأربعة ملايين ونصف مليون جريمة خلال ثلاث سنوات. نتحدثوا مع الناس كل نحلوا مشاكل تاعنا، وكل بلاتي يحسن وقلب مفتوح، ودائما نضحكوا للدنيا لأن البقاء لله. غردايا على وقع مشاهد رعب جديدة، عائلات لم تتمكن من مغادرة مساكنها خوفا من الملثمين. يعني في الوقت اللي كاين فتنة حقيقية تكاد تعصف بوجود الأمة في حد ذاتها، جماعة بالعياط وبالقياط وبالخياط مشغولين بتخطيط الرئاسيات وشكون يولي رئيس، وهذا دخل في توفيق وذاك جاب رفيق، بطبع رفيق عبد المؤمن. نقابات التربية، نقابات التربية تشل الثانويات بنسبة 87% وطنيا. الله يبارك، قوة وقدرة تعبوية كبيرة. بابا أحمد ما خليتلوش عظم صحيح. النقابات غلبت الوزير وقلبت بالقاف وليس بالغين. المدرسة رأس على عقب. نتمنى النقابات تمتلك في يوم ما القدرة على تعبئة نجاح الطلبة بنسبة 87% كما خدمتها مع شلل المدارس. الجزائرية تبعونا وش يقولوا عليه المواطنين. أنا رأيت خطأ ورأيت أشياء غير لائقة بالوطن، فأردت أن أصححها. الموالفة خير من التالفة، خليه من الروات هذا ولا بوات، ما كان ولا صحيح والله. قاعد يكذبوا، شوف يقول لك باللي ندير ونعمل وكذا، نهار اللي يجي في الكرسي والله ما يستقبلك المير التالي، ما يشوفش فيك. ها أنا مش روحوا في الجنة، أنا مروحوا غير رئيس الجمهورية. كينو مروحو يسرق، كينو مروحو في الجنة ديال رئيس الجمهورية. نوم بروحي، نوم بروحي، يجرو مورايا الكلاب وتحت في حاسي. مي سي نورمال، سي لي زيفي دو لوبيا مع الرايب. ايه منام هاني نوم بني هات الكلاب بزاف بركة. نقول لك كمل البيع. طابتنا في العسل. القيادي في حمص عبد الرحمن سعيدي، تصريحات سعيداني ستفتح مزيدا من الحملات المغرضة على الجزائر. لأن رجال ديرس الكولونيل والضباط تاع ديرس موجودين في كل مكان، موجودين في كل وزارة، موجودين في كل ديبارتمون، موجودين في كل إدارة، موجودين في كل شركة، موجودين في كل بنك، وموجودين تقريبا في كل حزب، موجودين في كل مكان، موجودين في كل لهم، يعني عندهم قدرة على شبكة العلاقات كبيرة جدا. فهؤلاء صلوا على رسول الله، وموجودين تقريبا في كل حزب. شكون هذا؟ عمار سعيداني أم عبد الرزاق مقري؟ نفس الهضرة اللي هضرها سعيداني في 2014 هضرها مقري في 2012. يعني وفق منطق سي عبد الرحمن سعيدي، كما مقري كما سعيداني كاملين متورطين في الترويج للحملات الخارجية المغرضة. مقري يستغل
الفرصة أبشع استغلال جاته طايبة وحب يتقمص دور الرجل المتحدي الخارق مقري يتحدى القضاء. في الحقيقة سي مقري بعد ما تحدى القضاء تحداه أن يفتح تحقيقات لتصريحات سعيداني عليه أن يشكر القدر لأن تلك التصريحات أعادته للساحة السياسية بعد ما كان متحصن بمقاومة المقاهي والفيسبوك وتويتر. عمرك وقف بالحليب ولي حزب دم شدوني لانطي بفوق العودة احبامي وحبامي في قلبي وجابوا لي القهوة وجابوا لي السكر وربع دور وجود رحمة. سنقاطع الرئاسيات من المقاهي والفيسبوك. مقري يرد على بالعز. الغريب في حالة مقري أن الحالة المرضية ما تخصوش وحده. حالة أنا ثاني هدرت على المخابرات هي نفسها عند الشيخ جاب الله. فبروفيسور جبهة العدالة والتنمية جاته على القسطو كما صاحبه وتشفى في سعداني ليفاخر كما العادة باللي كان الأول اللي كسر الطابوهات. الحالة مهلوكة في غردايا والمؤامرات الطائفية والتقسيم يعصفان بالبلاد والعباد وأحزاب الموالاة والمعاداة يحاربون طواحين دون كيشوت. خير لك أن تظل صامتا ويظن الآخرون أنك أبله من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون. حكمة رائعة ليتهم ظلوا صامتين معارضة وسلطة. فمن البؤس أن نكتشف بأنه وسط هذا الكم من المجول هناك بلاها أعيت من يداويها. وإلى فقرة خاتمتها سيرك. خاتمتها سيرك. في الحقيقة خاتمتها هذه المرة هضرة هنا وهضرة لها. إذا لم يترشح بوتفليقة لعهدة الرابعة سنقاطع الانتخابات. جلول حجيمي الأمين العام لتنسيقية الأئمة. تنبيه على جميع المصلين الانتباه لجيوبهم عند الخروج من المسجد نظرا لكثرة السرقات. إدارة الجامعة. شبيك؟ ايش راقي؟ شبيك؟ أنا على علم حتى بالأقفال المكسرة. وزير الصحة والسكان عون أمن يدخل كلبا قاعة الجراحة وطبيب يجري العمليات مخمورا. ورانا وصلنا المستوى وصلنا وكذا 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 وصلتوا للزيرو. هاي وصلتوا لي أنتم. نعم نعم أنا مثقف السلطة وأفتخر. عز الدين ميهوبي راقي لمعالجة حوادث المرور. جزمني اللي بفاجك جيتي جزمني اللي بفاجك جيتي نكتفي بهذا القدر ونختم هذا العدد بخبر طريف يحدد الأسباب الحقيقية التي أدت لما وصل إليه سعيداني وغول وبن يونس ولملا عبد الرزاق مقري ولويزة حنون. الكثير
من صناع القرار ورجال الأعمال يدمرون منافسيهم بالسحر. الجلوس إلى جانب شخص معيان أشبه بالجلوس إلى القنبلة الذرية، يعني القضية فيها عين وقنابل ذرية. الشيخ بالأحمر يروح ويجيب لنا مفتشي الأسلحة النووية. الله يهديك ويهدي الجنية الطاوس اللي دارتك عالم وشيخ وراقي نووي. شكرا.